بادعاء النبوة تفتح علامة استفهام. طبيعة الحال الشيوخ رفضوا الأمر لأن لديهم منافس، لأن هذا الرجل يتحدث بالحق الإلهي أن الله هو من أرسله كي يبلغ دعوته للناس. نفس الشيء الذي يدعيه الفقهاء لدينا، ألا يدعون أنهم يتحدثون باسم الإله؟ أليس هم نواب الله في الأرض؟ أليس هم ورثة الأنبياء كما يدعون أو يدعى لهم؟ ابن القيم الجوزية ألف كتابا ضخما وضع له عنوانا إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. من هم هؤلاء الموقعون عن الله؟ نواب الله في الأرض، هم الشيوخ. أليس نفس هذا الادعاء هو ما ادعاه نشأة النبي، نشأة مجد النور عليه السلام؟ نبي نشأة لبناني ادعى النبوة، واللي كتشوفوه في الوسط هو كيجبل رشيد أيلال في الحقيقة. كيقول أيلال أن علماء أهل السنة والجماعة حتى هما كيدعيوا النبوة، لأن ابن القيم الجوزية كتب كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. أول الموقعين عن رب العالمين هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي عن الله تعالى بوحيه المبين. ثم قام الصحابة رضوان الله عليهم بهذه المهمة الجليلة، ومن أكثر من نقلت عنهم الفتوى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. وذكر العلماء في من يروي ويفتي أنه لا يصلح إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، أمثال محمد الفايد وعاصيد وأيلال. نسمع إلى فضيلة الشيخ سعيد الكمال. القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا أحد الأئمة السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين كانت تدور عليهم الفتوى في المدينة في زمنهم. المدينة في زمنهم تعج عجا، ضجت المدينة بكثرة العلماء فيها في ذلك الزمن، أطت أرض المدينة وحق لها أن تأط لكثرة من وطئ تلك الأرض من العلماء. وهؤلاء السبعة الذين أحدهم القاسم بن محمد بن أبي بكر هذا أحد المبرزين فيه، ومع ذلك أتاه إنسان مرة فسأله عن مسألة فقال له القاسم لا أحسنها، فقال له السائل إني جئتك ولست أعلم أحدا غيرك، فقال له القاسم يا هذا لا تنظرن إلى طول لحيتي وكثرة الناس من حولي فإني والله لا أحسنها. فقال له رجل شيخ من قريش من كان يجلس بجانبه يا ابن أخي إلزمها، هذه إلزمها لا أحسنها إلزمها، فوالله ما رأيتك قط في مجلس أنبال منك اليوم. فقاله القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أقول ما لا علم لي به. هؤلاء الأئمة، هؤلاء العلماء حقا الذين كانوا إذا عرفوا شيئا قالوه، وإذا لم يعرفوا شيئا وكلوه إلى من يعلمه.